بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل، وكان فيها أكثر من 100,000 إنسان لا يعبدون الله، فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا وازدادوا في كفرهم وعنادهم. ظل يونس عليه السلام يدعو قومه، فلم يترك أحدا منهم إلا دعاه إلى الله، لكنه لم يستجب له أحد منهم قط. فلما طال عليه الأمر يئس منهم ومن عنادهم، فخرج من بينهم ووعدهم بالعذاب بعد 3 أيام. فلما خرج يونس عليه السلام من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما فعلوه وعلى تكذيبهم لنبيهم، فخرجوا من بيوتهم يصرخون ويتضرعون لله، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت وصاحت الأنعام والدواب والمواشي، وكانت ساعة عظيمة هائلة. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته العذاب عنهم، وقبل توبتهم ورجوعهم إليه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما خرج يونس عليه السلام مغضبا من قومه توجه إلى البحر، فوجد سفينة محملة بالبضائع والبشر، فركب معهم السفينة. فلما كانوا في البحر اضطرب البحر وهاج، واشتدت الرياح وتلاطمت الأمواج، فثقلت السفينة بما فيها وكادت أن تغرق. فأخذوا يتشاورون فيما بينهم حتى خلصوا إلى أن يلقوا البضائع في البحر لتنجو السفينة بمن فيها، لكن السفينة ما زالت على حالها، فتشاوروا على أن يقترعوا فيما بينهم، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه، فأبوا عليه ذلك. ثم أعادوا القرعة مرة أخرى فوقعت عليه مرة ثالثة. عند ذلك علم أن هذا قدر الله وأنه هو المقصود بذلك الأمر، إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فألقى يونس عليه السلام نفسه في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر فالتقمه، وأمره الله تعالى ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، فأخذه فطاف به البحار كلها، فالتقمه الحوت وهو مليم. ولما استقر يونس في بطن الحوت فكان في ظلمة البطن وظلمة الليل وظلمة البحر، فحسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر لله ساجدا وقال: يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد في مثله. فأسمعه الله سبحانه تسبيح الحيتان والأسماك في البحار، وتسبيح الحصى لله رب العالمين. عندها أدرك يونس عظمة الله التي لا تضاهيها أي عظمة، فهو ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات ومجيب الدعوات. هنا قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصعدت هذه الكلمات إلى السماوات، فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش، فسمعتها الملائكة فقالوا: يا ربي صوت ضعيف معروف بأرض غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ فقالوا: لا يا ربي، ومن هو؟ قال: عبدي يونس.
قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: يا ربنا، ألا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت وهو سقيم، قد ضعف جسمه ورق جلده والشمس تكاد تحرقه، فأنبت الله له شجرة من اليقطين وهو القرع، فكانت أوراق الشجرة في غاية النعومة كثيرة الظل لا يقربها الذباب، وكان يأكل من ثمره الكثير. وسخر الله له غزالة تأتيه بكرة وعشية فترضعه من لبنها وترعى في البرية، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ولما استعاد نبي الله عافيته أمره الله أن يعود إلى قومه مرة أخرى، فلما رجع إليهم وجدهم قد أسلموا عن بكرة أبيهم، فما بعث نبي غيره وقد آمن به كل قومه إلا هو. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.